السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سيحي فلوغ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والطويرات ديالكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الخوت ندير لكم فيديو جديد على كيفاش نعرف بان الانثى سوف تبيض عن قريب ان شاء الله. اول حاجة فاش كنعرفوا الانثى وكنشوفوا البراز ديالها، البراز ديالها كيكون كبير، وكنشوفو البطن ديالها. بحال دابا انا خرجت لكم هاد النتوة هادي، هانتوما هانتوما الا بغات تسخيني صورة. هانتوما شوفو البطن ديالها، البطن ديالها راه منتفخ كما كيما كتلاحظو، وكتكون ديك الريشة الاخرانية كتكون كتبقى تهز. هانتوما كيما كتشوفو الحركة ديالها اللي كتعمل دابا. وبالنسبة هانتوما شوفو البطن ديالها، فرض الأنثى دخلت العش. دابا نوريكم واحد النتوة أخرى تاهي البطن ديالها فكيفاش عامل. فهادو راه تنجبر معاهم مشكل باش يخرج. نتوما الخوت هادي هي النتوة، منتصبرنا نخرجوها. فهمتما كيما كتشوفو البطن ديالها منتفخ، ثم البطن ديالها منتفخ، ونوريكم البراز ديالها الآن. البراز فاش كيكون كيفاش كيكون عامل في الأنثى تكون عندها صداع البيض. فهمتما البراز ديالها كيفاش كيكون، و هذا ما كان خوت. تسناو الفيديو المقبل ان شاء الله. بيس ليكم.